أهم شيء قبل ما نفوت على حقل الألغام نحط الواقي والخوذة على راسنا نحطوهم هنا عشان نحافظ على أنفسنا. تفضل معي. هون كان عندنا مئات الألغام في هاي المنطقة في منطقة جسر آلنبي اللي إحنا علشان نقدر نوسع ونعمل مشاريع هون في هاي المنطقة كنا مجبورين إنه نزيل كل هاي الألغام من هاي المنطقة. زي ما أنتم شايفين اليوم المعبر كثير كثير ضيق، في عندنا مسارين دخول ومسار واحد فقط للخروج، منشان هيك في أزمة سير في ساعات الصباح الباكرة بشكل عام وفي كمان خلال النهار. إسا إحنا الهدف عندنا هون إنه نوسع المعبر يكون عندنا 4 مسارات للدخول ومسارين للخروج. هذا الإشي بيسهل كثير على الناس، بيسهل كثير على المواطنين، على دخول الشاحنات، الباصات، السياح من جسر آلنبي إلى الطرف الفلسطيني. ودائماً إحنا موجودين على مدار الساعة كل الوقت علشان رفاهية الناس والمواطنين. وأهلا وسهلا فيكم وإن شاء الله بتروحوا وبترجعوا بالسلامة.